ملمس مل 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 مليس مل مليس مل ايه مل مليس مل مليسة مليس أرض الوالد يا دلل أرض الوالد روحنا يا إنسانة يا ولو مرح وصامد هدي لي عيلتنا ما بتحمل هم من قصة صغيرة بتلدم عيلتنا ما بتحمل هم من قصة صغيرة بتلدم إذا فيك تحلها يا عم كلها روس وكبراني إذا فيك تحلها يا عم كلها روس وكبراني أرض الوالد يا دلي يا إنسانة هديها أرض الوالد حبي دبي 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 بين الحاني والماني شو هالعيل التعبان اي حشد ولبكة ومشاكل عالفاضي عالملياني بين الحاني والماني شو هالعيل التعبان حشد ولبكة ومشاكل عالفاضي عالملياني أرض الوالد يا دلي مرح وصامد تقدح تقدح دح دح هديها مرح وصامد تجي دح دح يا ولد يا ولد يا ولد اشعل تجي دح تجي دح تجي دح تجي دح اشعل نار هدي 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 بالك اشعل صمتنا بوجعتها الراس مصيبتنا ما إلها حل والناس بتحكي للناس قصة ودورة عالكل صمتنا بوجعتها الراس مصيبتنا ما إلها حل والناس بتحكي للناس قصة ودورة عالكل يا حجل يا حجل حيايا يا حجل على تحت يا حجل على حد يا حجل 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 أبو الولد يا حجل يا حجل يا حجل يا حجل تلحين يا حجل يا حجل يا حي الله يا حي أرض الوالد يا دلي مرح وصامد يا بوس أرض الوالد يا ولو يا إنسانة بيشيني حبي دبي 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 سامر مرح وأم سامر أبو ورد العتابر أبو فؤاد الغالي أبو مازن العامر سامر مرح وأم سامر أبو ورد العتابر أبو فؤاد الغالي أبو مازن العامر بين الحاني والماني شو هالعيلة تعباني بين الحاني والماني شو هالعيلة صمتنا بوجعتها الراس مصيبتنا ما إلها حل والناس بتحكي للناس قصة ودورة عالكل صمتنا بوجعتها الراس مصيبتنا ما إلها حل والناس بتحكي للناس قصة ودورة عالكل ابقس ايه ابقس بس طب العيب يجي بالرشيد لا 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 شو انا قريتهم كل نهار دواء بيضرب المعده كله منيح والله طيب امشي هيك تاخذي كاسه شاي بلكي شاي صبيني صبيني يلا 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 على بالك امي ها سخنه شوي شوي كبري قلبي سلامتك سلامتك يا عمتي سلامتك خدي لك يا راميس لك انا صار لي يومين ما رحت على المحل وما بعرف شو صاير لحظه لحظه لك بطني عمي وجعني لك ما راح تقولي مريضه عن جد لك اه لك بطني ماما خليها تختني لك يا بطني ايه رامز ايه حبيبي بطني ايه لا تنساها بكره جيب السياره وتعال عندي لاكشف عليها ماشي ماشي حبيبي لا تاخر ناطرك ناطرك يلا الله معك باي باي اللي عندي لك يا مرا لك قولي نسي لي عن جد Thank you.
هذا من شو؟ اخ يا بطني عم يوجعني كثير. سلامتك يا امي سلامتك. ايه سلامتها سلامتها، عادي عادي يا مو عادي لا تاكلي هم، تكون اخذت شوية برد. لك مو عادي مو عادي مو كثير عم يوجعني بطني. سلامتك اختي سلامتك، ما على قلبك شر. طيب انا رايح اساوي لها 100 100، هي منيحة لوجع البطن. لا يا مو لا، انا عندي رأي ثاني. شو؟ شو رأيك تقوم تساوي لها شوية 100 100؟ منيحة. الضب لك الضب. راحت امك شبك؟ لا والله ما مسلي علي انا كمان؟ لك والله ما عم مسلي كثير عم يوجعني. وراح؟ لك عم تسلبي علي، قلت لك مسلي وتقمصي الدور بس مو قدامي لك جدبه. لك والله ما عم مسل. من روحتي حبيبي؟ اطلع من الحاله تبعت راشتيني. لك ما راح شبك؟ والله كثير عم يوجعني بطني ما عم مسل، لك ليش ما عم مسل تاني؟ بدي صدقك اذا انا قايل لك يعني شلون بدي صدقك يعني شلون؟ شو هاد؟ شو هاد؟ شو هالبنت هي؟ ساعة بيجع راسها، ساعة بيجع بطنها، ساعة بتوجع دانها. والله مو هيك. حلو الدلال بس مو لهالدرجة. خلص بقى وزني. بلشت تعصب منك ها؟ مرح 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 مرح. خلص امك مانا هون، انا وانت لحالنا. فصلي فصلي. لا تتركني بطني على وجعني. شو عم تحكي انت؟ معقول تكون عم تحكي عن جد يعني؟ Oh,
فوتوا على مهلكم. سلامة قلبكم. فوتي اختي ام سامي. يا الله يا فوتي اختي ام سامي. دي بالك دي بالك عمك انت يا يا غزال. فوتي فوتي سموحتي على مهلك. ابي سيني مسممة. ابي سيني ابي سيني مسمم. فوتي فرح مدي مرح. فوتي فوتي عم فوتي بدي لشوف وينو سامي. سامي غزال سامي على مهلك عم على مهلك. عود عود هون جنب جنب اختي ام سامي. مو انتو جنب هون. سلامتكم. يعني الله ستر وما اكلت جبر. لو اكل جبر انا شو كان صار فيكم؟ يا الله تقبرنا. قال شو؟ اشتهيناك بهالاكله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا يامو. دقيت له الابشيني. والله لولا كنا تبهدلنا. يا ويلي لولاك يا ابو فؤاد ما كنا بنعرف شو بدنا نساوي. يا اخي مستعمل انا اصلا منيح صار شائك شائك الظروف الظروف انه ما اكلت يا بلا. الله الله ستر ستر. يا الله شو رجعت. بس بتعرفوا شو منظرنا كان بموت من الضحك. صار الناس يقولوا لكم لكم هدامك هي المسمومة. سلامتك. لك يا جماعة لك يا جماعة نسياني شي مهم نحنا. لك عندي نعمات اكلت معنا يا برا. اولي اولي على ما يكون على ما يكون ولا يدك يا امي. سعد لامك سعد لامك حسان. على ما هلك اختي مشامل. الله على ما هلك اختي مشامل. حط زحلي زحلي معقول اتصل فيها بهذا الوقت لك ابني؟ يا مو شو فيها تخبريني؟ بدنا نطمن عليها. هي اذا ما كانت بالمستشفى اساسا. المفروض هي اللي تحكي معنا مو نحن. ليش لها عين؟ لك يا جماعه اصلا هي شو بيعرفها انه انتم مستممين من الجبل؟ لك يا عمو بيكونوا بالمشفى اللي راحت عليه قالوا لها سبب التسمم اليبرة. طبعا. يا اخي انا ما بحب تجي لعندي ما بحب تجي لعندي. كل ما بتجي بتصير عندي مصيبه. معلش اختي معلش اتصلي فيها حطي على عينها. بدك تعجبي بدك تعجبي قولي على عيونها صابت لي براءات بالعين. اي والله اي والله امري لله. يلا يلا امسكي اختي مشامل. قديش كان رقمها امي؟ صغر. ايه 11. يلا يلا ها ذكرته. شوفي امي ما حدا بيرد. بيكونوا لساتهم بالمشفى اكيد ماما. ايه الو كيفك شو اخبارك؟ شو نايمين؟ لا تواخذينا لا تواخذينا بس انا هيك يعني كنت حابه اطمن عليكي. ولا يهمك ولا يهمك. شو يعني اتصلتي فينا كثير وما حدا رد عليكي؟ ايوه لو تعرفي شو صار فينا. كنا بالمستشفى. ليش انت ما رحتي على المستشفى وما وجعك شيء وما تسممتي؟ لو تعرفي نحنا شو صار فينا. انا وسامر ومرح واختي سميحة كلياتنا تسممنا وعملنا غسيل معدة. والله لا يرويكي على اللي صار فينا. من شو تسممنا؟ ليش ما بتعرفي من شو تسممنا؟ صار معنا تسمم من اليبرق اللي طار عقلك فيه. سمعتي؟ صار معنا تسمم من اليبرق اللي طار عقلك فيه. تسمم من اليبرق اللي طار عقلك فيه بتسمم. سمعتي؟
ولي عشلون صارت هيك الساعة واحدة ونص؟ علي الحلال معلمي أبو عبدو ليجن علي هلأ. مين؟ شو أمي صحيت؟ إيه أمي صحيت، فوتي. صباح الخير أمي. يا صباح النور يا مو، عيدك. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. شلون صرت؟ أنتو شلون صرتوا يا مو؟ ماما كلنا مناح الحمد لله، بس طمني أنت منيح؟ إيه يا مو منيح. إيه شو بدي أقول لك؟ اتصل معلمك أبو عبدو وسأل عنك وقال إجر عندك رفيقك وعم يدقوا لك وخطك مسكر. وشو قلتي له؟ شو قلت له؟ قلت له اللي صار. إيه وشو قال لك؟ شو قال لي؟ قال لي خليه يرتاح وبس يرتاح يبقى ينزل على الشغل. معناها ماني رايح اليوم على الشغل، استجمام وراحة يا مو. أي شو على كيفك؟ المستشفى شو قالت؟ قالت يعني فينا نتحرك، يعني فينا نتحرك. والله ما حدا حاسس علي غيرك يا أم سامر. أيوه تعي ناخذ لنا وحدة سيلفي على الريق. حل عني يا يلا قوم. تصطف لي أنا باخذ لحالي. يا صباح الاستجمام. سلامتكم سلامتكم ان شاء الله. وهذا الدواء لازم تاخذوه بانتظام بانتظام. سموحتي شكي شكي سلامتك سلامتك. تقبرني الهي ما انحرم منك يا حنون. قبليني ولك قبشيني انا قبشيني. اختي مسامر الله يسلم هالايدين يا ابو فؤاد، غلبناك معنا. لا يا اختي مسامر شو عم تحكي انتي، ناسه بعضها. الله يعافيكي يا رب، الله يعافيكي يا رب ويخليكي بصحتك سموحه. انتي اختي مسامر. لا ابو سامر نايم على التسمم مع قلبك شر ان شاء الله. سامر شبا خود الحبيب شوك شوك لشوك شوك عم هدريتا عم بيهروا مثل سناني. لحظة الشيطانة يا عمو. خلص سبع عمو مع قلبك شر ان شاء الله. خلينا اياك يا سامر، سلامتك عمو. الله يخلينا اياك يا عمي ابو فؤاد، والله لولاك ما بعرف شو كنا بدنا نساوي. لا يا عمو لا، الناس لبعضها الناس لبعضها. بتعرف شو كان صار فيك؟ كنت طبخت ورق عنب وتسممت منه تاني مرة. بمزح معك شبك. غزال يا سامر غزال. عمو قوم يا شو بساعة صحي، ان شاء الله يا رب كل ايامك مرح يا فرح. مرح يا عمو مرح مو فرح. هلا مرح ولا فرح، ان شاء الله كل ايامك مرح وفرح. مسكي تتساميلي مسكي مسكي هي. سوي عمو سوي. سلامتك. مرة كتير. والله العظيم شغلتك شغلي انت يا فرح. مرح مرح يا عمو مرح مو فرح. لك خلص اللي هي سلامة قلبك، سلامتكم معافيين ان شاء الله. يسلموا هاليدين يا عمو. يلا انا طمنت عليكم، انا صار لازم اروح على شغلي. سموحتي لك ابي سيري. يلا لك تعي شبك يتعيش. عم تقلاني علي تقلاني على ابو فؤاد السموحة قبليني. لك حبيبي شو ديك هيك خشناني؟ قلت لك لا تجلي خلص اختي مسامر هي عم تجلي. يا قلبي شو عمل؟ روح الله ييسر امورك. خلي لي اياك ادعي لي هي الدعوه تبع التراب والذهب. ايه 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 روح ربي الهي تمسك تراب بايدك يقلب ذهب يا فؤاد. لك ابي سيني يعني ابي سيني. خلي اياكي اختي مسامر نظرا للظروف للظروف التسممية اللي صار معكم، بعدين بتخلي جاية المحامي لبعدين. ايه والله بيكون احسن، لاني انا ماني قدراني اساوي شيء. خلص ماشي، اتكلنا على الله، اتكلنا على الله، برجع بشوفكم انا، والله يخليك ويخليك بصحتك ويخلي لك هالغزلان هذا الغزال،
ويخلي لك مراح فرح اللي كل ايام ان شاء الله فرح ومرح ان شاء الله يا رب. مرح عمو مرح. ماشي عمو ماشي، ان شاء الله كل ايامك فرح ومرح، وانت ما تجلي كثير عم بيخشنوا ايديك عيوني. شو تخلي هي معي. يلا اتكلنا على الله، برجع اشوفكم انا. سلامتك مع فايختي مسامي. الله يسلمك. أبليني أبشيني. أبليني أبشيني. سيليني خلاص يلا ما حد بحبني زين تمام يا خاطري. اي لا ما شفت شبك يا عيني خلاص يلا بعدين بعدين. مريحة ولا درزاني؟ ايه؟ لك بتعرفي شغلي؟ اول ما قلتي لي اخ يا بطني اخ يا بطني توقعتك تكوني عم تمثلي، ما توقعت ابدا انك عم تحكي عن جد. وانا كمان هيك قلت لحالي، قلت هلا سامر مستحيل يصدق الا اني عم مثل عليه، ومنيح انه وجعك بطنك لتحس شوي انه انا ما عم كذب. لك معقولة يا عمتك؟ لك شلون هيك طرقت لي برقات عين شلون؟ اها لتشوف انه كلامي صحيح. والله كلامك صحيح. بس الغريب انه هي ما صار لها شيء بنوب. بتعرف ليش؟ ليش؟ يمكن هدول اللي بيصووا بالعين ما بيصير لهم شيء. بس بتعرفي يا مروحتي هي القصة اجت لصالحنا. شلون بقى؟ يعني من دون ما نخطط لشيء تأجلت جاي تزبون لعنا. لك اخ منك، يعني هي اليوم انحلت القصة وبكره شو؟ خلي بكره لبكره اختي، خلي بكره لبكره. سامر؟ والله امك يلي كانت هي اقرب وحده للمرحوم ابوك كانت موافقه على بيعه الغرفه، ليش نحن ما نوافق؟ اه ما بعرف بس ما عم بتخيل حدا يدخل على غرفه ابي الله يرحمه. اهلين اهلين اهلا وسهلا. الحمد لله نشكر الله كلنا مناح. لك ايه عم نتحرك وعين الله علينا ونروح على شغلنا وما كانه فينا شيء. لا 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 تعزبي حالك صدقيني نحن مناح. طيب يعني امتى ما حبيتي تيجي اهلا وسهلا. ولا يهمك ابقي حاكيني قبل ما تيجي. ايه ماشي الله معك مع السلامه. شو اختي طمنيني؟ قال الست نعمات لا تجي تزورنا وتطمن علينا. اي لا بلاها صاحبة واجب ما شاء الله. ليش نحنا صار فينا هيك الا من وراها؟ حرام لك اختي هذا قضاء وقدر اللي صار. لسه بتقلي قضاء وقدر؟ لك يا اختي يا حبيبتي العين بتاخد حقها من الحجر. شو صاير لك انتي؟ يا على عيونا كوني على عيونا. بتعرفي شغلة؟ بس تكون عندكم انا ماني جاية بنوب. انه بس بدي افهم شلون جوزها مستحملة؟ اخ اخ طنجرة ولعت غطاها. يمينها من سيرتها احسن. أيه. بلا ما تاخذ حسناتنا. اي والله معك حق اختي. شربي قهوتك. يلا تقبريني. لازم لاقي طريقة خلي الغرفة تبقى مسكرة. بس شو هي؟ طيب أنا ليش ما بروح لعنده وبقله؟ بس هيك رح خجل جوز خالتي وأمي وأطلع أنا بالخزوة. معناها بدي طلع ملاقي قصص وحجج وما خلي أمي ترتب الغرفة منشان ما يقدر يجي ويشوفها. بس شو بدي أعمل؟ شو ممكن ساوي؟ والله القصة مو سهلة.
لك يا حبيبي والله ما عم اتهرب منك، بس هذا يلي صار. خلص بكره من كل بيت بدي انزل على الجامعة. لك ايه طبعا اشتقت لك. وينك؟ لا تروح عينك يمين او شمال، ترى الاخبار توصلني كلها. ماشي. ايه وبدي اقول لك شغله كمان، لا تعمل خناقات كثير بالجامعه. ايه الله يوفقك. ماشي. وانا كمان باي. لك يقبش قلبي شو بحبه. والله ضايق خلقي لحالي. وين سامر؟ احسن شي قوم اتغاظ عليه شوي. امك وخالتك شو عم يعملوا برا؟ ما تنقبري تنقلعي تقعدي معهم؟ شو بدي اسوي معهم؟ طول الوقت قاعدين عم يحكوا عن النسوان، على هي تزوجت وهي طلقت وهي شو. اخرسي 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 بقى اخرسي اخرسي. عم بعيونك شو بتقري على اساس عم تجيبي شي جديد يعني؟ هلا انت شو طلع معك؟ بشو؟ شو بشو؟ مو قلت لي انك رح تدور على خطه مشان نمنع ماما تنظف الغرفه؟ لك تركيني بهمي من شان الله، وقعان بورطه طويله عريضه. شو هي؟ ما عم يطلع معي شي، راسي رح ينفجر. معقول؟ طيب دور بحبش من هون من هون، شي شغله شي قصه شي عمله. لك مانك حاسه حالك ثقيله وغليظه؟ يعني مفكرة مخي مثل الدرج تبعك؟ مو هيك قصدي، أنا قصدي إنه ممكن تلاقي الخطة بشي كتاب، بشي رواية، بشي فيلم أكشن مثلاً. فيلم أكشن؟ فيلم أكشن؟ لك فيلم أكشن؟ فيلم أكشن؟ لك والله جبتيها يا ملعونة. بس وين ممكن نلاقي فيلم فيه الشيء اللي عم ندور عليه؟ بصراحة ما بعرف. بس لك لقيتها، لك رفيقي رامز، لك هذا هوسه بالدنيا، اجنانه الافلام. خلص خلص رح اتصل فيه واساله بركي بيجيب لي كم فيلم. تاخدي سيلفي؟ ايه موافقة. لك روحي تضربي بشكلك. هالسيلفي قال هلا وقت السيلفي تبعي. رامز رامز رامز. سلم هالايدين يا احلى رفيق بالحاره كلها. الله معك. ما والله كتار هدول، شو بدي اسوي فيهم كلهم؟ شو امي؟ مين على الباب؟ يا مو هذا رفيق رامز جايب لي معه شوية اغراض. والله هذا شكله اكشن على الاخير، لبلش فيه. درن 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 درن. لك وينه فؤاد لهلا؟ والله تاخر. بنت اختي على شو مستعجله؟ على شو؟ يوه على السما. والله اشتقت لابني فؤاد الله يسلمه. خالتي طيب ليش ما شفتي لفؤاد معي؟ يا عمري فؤاد عنده مدرسه وعنده امتحانات، يا دوب يرجع يدرس له كلمتين هو وعمته وينام. يقبش قلبي ان شاء الله، لكن بوصي لي يا ايه؟ بيوصل تقبريني. حبيبتي يا عمري شو رايك بكره احكي معك وننزل على السوق؟ بتنزلي معي؟ ايه لازم يغلط انا كمان. كثير منيح كثير منيح، بس ليكي بشرط بحكي معك بكير وننزل على السوق وبنرجع بكير، ومشان شي مشان عزل الغرفه حتى اذا اجى ابو فؤاد والمحامي وابو الورد. ايه هذا الحكي المضبوط، معناته توكلنا على الله. لا اله الا الله. الله معك خطيبة الروحة.
باي خالتي. باي روحي. الله معك حبيبتي. الله معك روني. ديري بالك على حالك. اوكي يا عمري. الله معك حبيبتي. مع السلامة. مع السلامة. لا ولو كتير بايخ الفيلم كتير بايخ. ها شو ها هندي؟ يلا منشوف هدول اهل الخزعبلات ان شاء الله هيك بلاقي الخطة اللي بدي اياها. هذا فيلم فيه خطط هاد لك تضربوا انتو هالسينما. والله يا هذا شكله محرز. استغفر الله العظيم. شو هاد؟ استغفر الله العظيم. الله يكسر ايديك على الفيلم. أبو الهندي على أبو الأمريكي. يعني المفروض على هوا الفيلم اللي حضرته لازم كون أنا بالبيت ولازم تجي الشغلة من عندي، معناها ما في غير هالحل. مرحبا ولا زهير، انت بالمحل؟ اجا معلمك ابو عبدو ولا لسه؟ ايه كتير منيح. اسمع شو رح قلك وبتنفذ بالحرف. هلا بتتصل من الارض اللي بالمحل عنا على البيت، وبس ترد امي بتقلها انه نحن مسكرين المحل اليوم وبلا ما سامر ينزل على الشغل. لك هلا ليش كترت غلبتك؟ بتنفذ من تم ساكت. لا تاكلها مرح كشك شاك. بس اسمع اوعى تقول للمعلم ابو عبدها. ماشي ماشي يلا اضوي. الله معك. باي باي. لشوف هلا امي كيف بدها تبيع الغرفه. خير ان شاء الله.
أهلين زهير، خير؟ شو في؟ اي خلص خلص ولا يهمك، هلا بخبره. لا تاكل هم، الله معك، مع السلامة. شو القصة؟ ملمس إذا فيك تحلها يا عم كلها روس وكبرانة، إذا فيك تحلها يا عم كلها روس وكبرانة. أرض الوالد يا دلي يا إنساني هديها، أرض الوالد هديلي مرح وسامر. حبي دبي بين الحاني والماني شو هالعيلة التعباني، اي حشك ولفة ومشاكل عالفاضي وعالملياني. بين الحاني والماني شو هالعيلة التعباني، حشك ولفة ومشاكل عالفاضي وعالملياني. ارض الوالد يا دلي مرح وسامر، تقي دح 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 هديها مرح وسامر، تقي دح دح. الله يا ولد يا ولد يا ولد اشعل، الله تقي دح تقي دح تقي دح تقي دح اشعل نار. هدي 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 بالك اشعل يا ولد يا ولد. صمتنا بوجعتها الراس مصيبتنا ما لها حل، والناس بتحكي للناس قصة ودورة عالكل. صمتنا بوجعتها الراس مصيبتنا ما لها حل، والناس بتحكي للناس قصة ودورة عالكل. يا حجل يا حجل حيا يا حجل على تحت يا حجل على حد يا حجل يا حجل يا حجل يا حجل يا حجل أبو الولد يا حجل يا حجل يا حجل يا حجل تلحين يا حجل يا حجل يا حي الله يا حجل. أرض الوالد يا دلي مرح وسامر يا بوس، أرض الوالد يا ولو يا إنسان بيشيني. حبي دبي 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 سامر مرح وأم سامر، أبو ورد العتابر، أبو فؤاد الغالي، أبو مازن العامر. سامر مرح وأم سامر، أبو ورد العتابر، أبو فؤاد الغالي، أبو مازن العامر. بين الحاني والماني شو هالعيلة تعباني، بين الحاني والماني شو هالعيلة تعباني. صمتنا بوجعتها الراس مصيبتنا ما إلها حل، والناس بتحكي للناس قصة ودورة عالكل. صمتنا بوجعتها الراس مصيبتنا ما إلها حل، والناس بتحكي